الرياض تفتقد ألوانها أشكالها طلعتنا وهي تزهو في ظلال الحصير. وطار الخمائل إذ ذهت وتمايلت أغصانها شدوا طروبا شدوا طروبا في ظلال الحصير. وتناسرت باغات ود جارف فكر أصيل فتعال نقتصب الحماس في ظلال الأصيل تتناثر باقات ود جارف حب عم يغفي ظلال الأصيل. ونقتسم معكم هذه الأمسية من ظلال الأصيل من خلال ضيفنا لهذا اليوم. هو ضيف عالي التطريب تميز بالاختيار الجميل، لم يستعجل الشهرة والانتشار والكسب السريع، ولكنه الآن وبلا شك نال ما يحلم به كل فنان. الأستاذ الطيب المدسر، طيب مدسر مسنور عليك وفي أمسية ظلال الأصيل لهذا اليوم. شكرا، خجلتينا بالكلام الجميل الطيب. تحية لكل مشاهدي قناة الشروق، وأنا سعيد جدا جدا معكم في ظلال الأصيل. بالتأكيد أن لو ما كنت استعجلت الآن ما كنت وصلت للبتحلم به، يعني واللي لسه عاوز تحلم به واللي حتحققه بالتأكيد بإذن الله تعالى. نرجع لسه الطريق قدام طويل. الواحد الإنسان طبعا الإنسان تقريبا لسه بيكون بيطمع في الأكثر كل ما يصل لمرتبة. عايزين نرجع في البداية والخطوات الأولى اللي أوجدت فيها المناخ المناسب للطيب المدسر. والطيب المدسر عفوا، أنا ما عارفة ليه مصر على طيب معرفة. ما في مشكلة. نرجع للخطوات الأولى ونشوف كيف الطيب المدسر أوجد لروح المناخ المناسب عشان يكون فنان. ما يمكن الاكتشاف المبكر كان صدفة، ومنذ المراحل الأولى وسنين العمر الأولى ظهرت بذرة الموهبة. ويمكن أنا بفتكر أنه من الناس المحظوظين جدا في مسيرتي، يعني التقائي في كل المراحل بمن يسندني نعم. فأنا أفتكر أنه كيف جاء صدفة في البداية؟ في البداية في مرحلة الأساس، المرحلة الابتدائية، أنا عبركم ببث تحية لأستاذي الرقيق الجميل الفنان مبارك سعد موسى وكل أهلنا في جبل الأولياء. هو رايل فنان وعازف كمان، فهو اللي اكتشف هذه البذرة يعني. ويعني يمكن كان بيصاحبنا كمان في أداء أناشيد المدرسة، البرامج الصباحية حق المدرسة، طابور الصباح. فالمسألة يعني زي رسخت في 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 داخل الإنسان إنه في شيء يعني لازم يعتنى به. أوجدت القبول الفكرة من الأسرة أكيد. الصغيرة يعني ما كان في بعض المشاكل، لكن ما كانت صعبة يعني والواحد قدر هم ذاتهم يعني يقنعهم واستقطبهم كمعجبين. طيب مدسر، وعلاقتك بالعود بدت طوالي مع بداية الحلم كفنان ولا بعد ما أصبح عندك شأن ومكانتك؟ لا ما 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 بدت متأخرة بعد كده كثير، لكن برضو يعني وترك يعني من محاسن الحظ إنه التقيت بالفنان الجميل في منطقة جبل الأولياء نعيم نور الدايم. بحييه وبحيي أسرته، هو برضو يعني كان له دور في إنه أنا أتعلم العود. فتعلمت وكانت الرغبة جامحة يعني. العود دون غيره من الآلات يعني حسب منه بتجد فيه نفسك أكثر؟ أكيد، أنا حقيقة بحب آلة الساكسفون جدا، وفي مرحلة من المراحل اتعلمت آلة الساكسفون في قصر الشباب الأطفال في برضو في أنا في المرحلة الثانوية الوقت ذاك، ودي يمكن كانت انطلاقة لمهرجان الثقافة الثالث.
لكن ما معروف انه الطيب مدثر يعني بيعزف على آلة الساكسفون. لا كثير 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 من 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 الموسيقيين بالتحديد بيعرفوا الموسيقيين بيعرف. لكن معجبين الطيب مدثر من خلال اكيد لعب استضافات ما حصل. لا لا والله يا ريت لو كان جبتها معك ان شاء الله الحلقه الجايه اسجل لكم اعزف ساكس ان شاء الله. طيب الطيب مدثر اكيد في برضه بعض الصعوبات وال يعني التعرجات اللي لقيتك من خلال مسيرتك في طريق الفن، ولو في وكيف تغلبت عليها؟ هي حقيقة في 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 مشاكل كثيرة بتلاقي أي زول وصعوبات وأشواق وحاجات الكثيرة دي، لكن يعني زي ما قلت لك في البداية أنا كنت محظوظ جدا. يعني زمان جينا والناس اللي قبلنا شوية كانوا بيعانوا جدا جدا عشان ما الواحد يجيز صوته في الإذاعة عشان ما يلقى عمل ممتاز، وكانت اللجان صعبة جدا جدا في الوقت ذاك، للجان الشعر وللجان الأصوات. فأنا من قصر الشباب والأطفال إلى مهرجان الثقافة الثالث في ليلة جديدة الواعدين، فدي اختصرت لي المعاناة الشديدة المعاناة اللي كان بيعانوا الفنانين قبلنا والبعض. قدروا يسمعوك من الحتة من المنبر ده من قصر الشباب والأطفال. وتحية لكل أساتذتي في قصر الشباب والأطفال على رأسهم الأستاذ محمد عجاج. طبعا اليوم التحية. طيب متذكر أول مرة غنيت فيها كانت متين؟ أول أغنية غنيتها كانت شنو؟ ولا زمن طويل جدا؟ هو لا الزمن طويل، لكن البدايات دائما بتكون فيها شيء من التخبط، يعني انك انت بتقوم بتغني اغنيه بتناسبك ما بتناسبك، المهم اذا حفظت فيها بيت بيتين بتقوم بترددها. فالاغنيه اللي انا بديت بها ممكن ما اذكرها، يعني لانه كانت في 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 تجارب قبلها كثيره. طيب معناه يعني ممكن تغيم مرحله، تغيم نفسك بعد كل مرحله؟ اكيد 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 أكيد. بتقعد تقول لا طيب مدثر هنا يفترض ما كان يغني دي او غنى دي، ما قعدت تندم على عمل قدمته؟ لا لا يعني عندي كان بعض التحفظات على بعض الاعمال وفي جزئيات معينه، لكن يمكن ده المساله دي انا عانيت منها في اجهزه الاعلام والنقاد والصحف وكده، دائما يعني بيتهموني انا بالكسل. هو ما كسل، هو تروي. يعني دائما بتريس قبل ما يعني اطلع اي اغنيه، بطلع اغنيه بنتظر لغايه ما اشوف وصلت. ما تحب القفز بالزانه؟ لا 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 تحب القفز بالزانه، التروي مهم. إطلاق. نسمع انت سمعنا شنو؟ طيب الحب كده للدكتور احمد فرح الشادول والحان طيب مدثر. الحب كده لو كنت عارف الحب كده كنت حبيت من زمان، كنت حبيت من زمان، كنت حبيت من زمان، كنت حبيت من زمان. ناس تدي ناس الروح فدا، وناس في الألم تلقى الأمان. لو كنت عارف الحب كده كنت حبيت من زمان. الأفئدة زاد النفوس عبر الزمان، الحب زناد الأفئدة
زاد النفوس عبر الزمان به السنين المجددة به السنين المجددة به السنين المجددة وكم خلد الماضي اللي كان لو كنت عارف الحب كده أنا كنت حبيت من زمان وعرفت ليه فارقت الجنان شان يزرعوا الحب في الأرض شان يبقى للإحساس لسان شان يزرعوا الحب في الأرض شان يبقى للإحساس لسان آمنت كيف كيف الحب عيش آمنت كيف كيف الحب عيش رغم النوى وبعد المكان يبقى الجميل في كل جيل يبقى الجميل في كل جيل يبقى الجميل في كل جيل نبع الوفا وحضن الأمان لو كنت عارف الحب كده أنا كنت حبيت من زمان ليك مدى يا حب صحيح يا حب صحيح ما ليك مدى ما هد خاطرك صولجان يا حب صحيح ما ليك مدى هد خاطرك صولجان يا حب صحيح ما ليك مدى بلقيس قصة هدهد جاب النبو كسب الرهان يا حب صحيح ما ليك مدى جاب النبو كسب الرهان يا حب صحيح ما ليك مدى
العهد الرشيد يا حب صحيح هو امتبي العهد الرشيد يا حب صحيح بالغيد الحسان يا حب صحيح ومواتي بالغيد الحسان يا حب صحيح مالي وأصبحت مولود من جديد أصبحت مولود من جديد أصبحت مولود من جديد لا هم يكون لا حزن كان لو كنت عارف الحب كده كنت حبيت من زمان كنت حبيت من زمان كنت حبيت من زمان أظن ممكن بعد ده يحصل الفات وبعد ما عرف إنه الحب كده بيكون عنده مساحة زمنية ده إنه يحصل الفات من ال... بعد ما عرف إنه الحب كده سؤال محاول لدكتور شادو لا نحاول لدكتور شادو طيب علاقتك بالتلحين بدت منين؟ محاسن الصدف يعني أنا لما اشتركت في مهرجان الثقافة الثالث الأغنية اللي شاركت بها كانت من ألحاني لذلك أعتمد يعني كمغني وكملحن بعدك يعني أنه ما كمغني بس أيوه. زمن ما كنت مكتشف روحك أنك أنت بتلحن لا كنت عارف أنه أنا بلحن لأنه قبلها حتى لحنت أغنيات حتى كانت تجارب كثيرة يمكن لحد كبير كانت كان فيها جزء كبير جدا ناجح ليه كل لفنانين آخرين لا لي أنا ليك أنت نعم. طيب لكن يعني 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 معلش في الفترة الأخيرة أنا بحيي أخونا الأستاذ يوسف الموصلي وهو في السودان يعني أتمنى له إجازة سعيدة في الفترة الأخيرة من الأغنيات اللي أنا لحنتها يمكن نالت إعجاب يوسف الموصلي ده كان فخر كبير جدا بالنسبة لي وغناها وتسجلت في سمعتها أنا في النت طيب يعني أنا لما سألت السؤال ده لأنه يعني أنت كطيب مدثر حاولت من البداية أنك تكون الطيب مدثر اللي أنت الآن في مكانتك الفنية وكمغني وكملحن معروف ولا يعني في فنانين آخرين تحاولت تهتدي بطريقهم هو لازم يكون عندك غدوة لازم بديت أنا يعني غنيت غنى صعب حقيقة يعني غنيت لعبد العزيز محمد داود غنيت اغنيات الحقيبه عبد العزيز بالهمهمات دي صعب يعني غنيت للعاقب محمد حسن غنيت لحسن خليفه العطبراوي غنى قوي وغنى غنى يعني انا افتكر انه غنى كان خطر على مسيرتي الفنيه لانه يعني انا لما اسمع الناس هذا الغنى الجميل واجي اقدم تجاربي انا كنا عايزين بنفس الجوده اصلا لانه اساسا الفنانين عندهم ده كان التحدي كان تحدي صح ما وصلت لمرحله الاغنيات اللي انا قدمتها لكن يعني كانت بدايه طريق نير بالنسبه لي يعني يعني انت بتحاول تاسس مدرسه خاصه بك وتجربه خاصه للطيب مدثر من خلال محاولتك لتاسيس المدرسه الخاصه بالطيب مدثر باغانيه وكلماته والحانه واختياره لها واداؤه معيناتك شنو او ادواتك شنو انا اول حاجه مؤمن انه اي فنان لازم يكون له بصمته في خارطة الغناء السوداني وفي اشياء كثيره بيتطلب انه الفنان يكون يعني على درجه من الثقافه على درجه من الثقافه حتى الموسيقيه يعني انا اخذت دراسات موسيقيه دبلوم موسيقى في قصر شوال الاطفال وافتكر انها هذه يعني ساعدتني كثير جدا بعد ذاك السمع
الورش والورش الفنية دي كلها يعني أشياء يمكن بتخط الفنان في الطريقة الصحيح. التوجيه التوجيه أنا إلى الآن ثقافة السمع والمعرفة. نعم إلى الآن يعني أرض خصبة لأي توجيه يجيني من أي جهة كانت. طيب الطيب مدسر الآن بعد يعني وصل لمرحلة هو حاس بنفسه أنه هو ديما المرحلة النهائية أكيد لسه أنت نعم. حتمشي فالي قدام. شنو الحاجات اللي أنت خطيها عشان تمشي عليها؟ يعني الطيب مدسر حقك كده يفترض الخطوة الجاية يكون في سلالم معين أنك أنت تخطوها. طيب في 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 قضايا كثيرة يعني تشغل أي فنان يعني إذا كان فنان أو شاعر أو تشكيلي أو أي شيء. قضايا المجتمع هموم شعبه يعني أنا أفتكر في المقام الأول الفنان الدرجة اللي بيصليها دي أيا كانت ده تقييم المستمعين ومحبيك هم بيخطوك في الدرجة اللي أنت فيها يعني لا لجان لا دا لا دا لا دا جمهورك والقاعدة المستمع عليك هي اللي بتقيم بتخطك في ياتو درجة. أنا أفتكر إنه هذا الجمهور اللي هو الشعب السوداني له حقوق كبيرة جدا علينا الاهتمام بقضاياه بمشاكله بمعاناة. طيب كيف بتختار كلمات الأغنيات بتاعتك؟ يعني على أي أساس؟ على 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 أساس معرفتي أنا بالكلمة في المقام الأول وإحساسي بها إحساسي بها. يعني أنا في كثير جدا من القصائد وقصائد ناجحة جدا في الساحة اتعرضت وما حسيتها لأن هي قصائد جميلة جدا وأسي من القصائد المالية الساحة يعني. طيب يعني انت قاعد تلحن باغنياتك اغلب اغنياتك يعني بتلحنها ما قاعد تتعاون مع ملحنين؟ لا بتعاون مع ملحنين يعني انا في البدايات غنيت ل برعي محمد ضفع الله غنيت للدكتور يوسف حسن الصديق غنيت للدكتور عبد المجيد خليفه غنيت لابو قرون عبد الله ابو قرون يعني مجموعه من الملحنين طيب تقلاوي مجموعه يعني حقيقه مجموعه كبيره ودي مسألة مهمة يعني يعني عشان الفنان يطلع من الرتابة والتكرار لازم يتعاون مع ملحنين لإضافة إحساس مختلف. طيب من الملحنين والشعراء اللي انت تعاونت معهم أي تجربة ممكن تحسبها أنها ممكن تكون ثنائية جيدة لقدام مع الطيب مدسر؟ أنا حقيقة بحيي أخي وصديقي طيب تقلاوي يمكن احنا فنيا بنشابه هو فنان مغني خطير جدا بنتشابه في حاجات كثيره جدا بس هو شويه صعب وضنين بخيل بخيل في الكلمه بخيل في ما بدي يعني عشان انا اطلع منه باغنيه بكون بحني السيوله شهرين ثلاث شهور يعني وكذلك بحس انه مولوده ده ما في زول بيقدر عليه كذلك تحية لأخي وصديقي الهادي حامد وعبركم بناشد وقول له هادي والله أنا معجب بك جدا جدا وحاضر المعجب بك لكن يعني ما حارضى عنك إلا تديني لحنين ثلاثة دي رسالة لك يا هادي حامد إن شاء الله يكون بيحضر فينا وزول بعرفه يقوم وصل لي والرسالة دي إن شاء الله. طيب يا طيب مدسر يعني كفنانين أنتوا بتتقدموا من خلال أكثر حاجة ممكن من خلال الأجهزة الإعلامية أو من خلال الحفلات الخاصة يعني ما بتعتقد أنه الحفلات الجماهيرية هي ممكن تقدمكم أكثر وإن هي بتوصلكم مع الجمهور أكثر وليه يعني مثلا ما في حفلة جماهيرية كثيرة مثلا طيب مدسر تجاوب لكن بعد الفاصل نبتسم الحماسي في ظلال الأصيل في ظلال الأصيل
لحظات ود جارف فكر أصيل فتعال نقتسم الحماس في ظلال الأصيل في ظلال الأصيل. ظلال الأصيل على الهواء مباشرة مع الفنان الأستاذ الطيب مدثر صاحب التطريب العالي وأيضا الغناء الجميل والتلحين الجميل. مرحبا بك مرة ثانية طيب مدثر. وقبل الفاصل طرحنا سؤال إنه يمكن يكون ظهوركم مقتصر على الأجهزة الإعلامية والمناسبات الخاصة أيضا، ليه أنتوا مع أنكم كفنانين سودانيين مجتهدين جدا وسعين أنكم تكون عندكم بصمتكم وكل فنان يكون عنده نكهته، ويعني بفتقد أنكم كفنانين سودانيين أيضا محتاجين لواحدة من وسائل التواصل الخاصة بالجمهور، الحفلات الجماهيرية ليه ما موجودة؟ يعني السبب شنو؟ أنتوا ولا الأمكنة اللي بتقدموا فيها الحفلات الجماهيرية ولا أسباب أخرى إحنا ما عارفين؟ طيب أول حاجة خلينا نأمن على أنه الفنان أحوج ما يكون للحفلات الجماهيرية لمعرفة ما يقدم مباشرة مع محبيه ومستمعين، لأنه لما يقول الحفلة يعرف فيها نفسه هو واقف وين، يعرف هو واقف وين والناس دايرة شنو، هو عمل شنو ومدى نجاحه في تقديم أغنياته، ده في المقام الأول. الحفلات الجماهيرية أنا أفتكر ضرورة ملحة جدا جدا بالنسبة للفنانين. وأنا بفتكر أنه أنا يعني أفضل لي أعمل حفلتين في السنة من كل يوم أكون في بيت عرس، دي مسألة قناعتي أنا. لكن في 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 صعوبات، يعني أول صعوبة بتواجه الفنانين والعاملين في مجال المهن الموسيقية غياب شريحة مهمة جدا جدا اللي هي شريحة المستثمرين والمتعهدين في الحفلات التجارية تقريبا. ديل غابوا بسبب خسائر هم تعرضوا لها، والخسائر دي السبب الرئيس فيها الزمن الساعة 11 تنتهي الحفلة. يعني عندنا الحفلات تبدأ بعد صلاة العشاء اللي هو تقريبا في الصيف العشاء صلاة تقريبا 9 إلى 9، الحفلة تم تبتدي والناس تبدأ تدخل وتتجهز بتكون الساعة 10 إلى 10 وشوية. يعني ما ممكن واحد يجي من آخر الثورات لحفلة في نادي الضباط عشان ما يحضر له نص ساعة أغنية أو أغنيتين بالكثير، يعني فبتبقى مشكلة بتكسل الناس، ما في تشجيع. يعني أنا جاي لفنان داير أسمع وقدم شنو، أسمع من أغنياته القديمة استمتع بها لأنه سمعتها كثير، أسمع حاجاته الجديدة، أسمع أسمع أسمع، دي مشكلة. ده السبب الرئيس. السبب الثاني عندكم في التلفزيون، ما أعرف أنتوا تتعاملوا على المسألة دي كيف، لكن التلفزيون السودان في فترة من الفترات منع الدعاية أو الإعلان للحفلات، ودي مسألة من المسائل اللي حطمت الناس المستثمرين، وما في حفلة بدون دعاية. والدعاية اللي بتتعامل بملصقات في الشوارع دي أنا أفتكر أضرارها أكثر من يعني توسخ الشوارع وتعمل. أنا أفتكر إنه الدولة المفروض إن يكون عندها اهتمام ونظرة يعني 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 موضوعية لأمر الحفلات. وأنا أفتكر يعني إنه حتى الحفلات الشعب محتاج لترفيه، محتاج، وعندنا وسائل الترفيه في السودان شوية تكاد تكون قليلة إذا ما كانت معدومة. ضغوط الحياة ماشي زايد، الإنسان بيحتاج يروح أفزكم ولو ساعة يعني. وفي كلام كثير الواحد ما بيقدر يقوله. يعني بتمنى والله إنه يعني تتكسر كل الحواجز والثلوج اللي تذاب، كل الثلوج اللي قدامكم ده عشان تقدروا تصلوا نبدأ نفجر بعض الصخور دي. تسمعنا شنو؟ طيب على ذكر الأخ الصديق طيب تقلاوي وأخونا وحبيبنا عبد الله البشير، أغنية القرار ومن الأغنيات الجديدة. القرار هو مهم طبعا، نعم. بيفصل في الحياة كثير جدا. Thank you.
قرارا كنت تتريس شوية قبل ما تاخذ قرارك كنت تتريس شوية الكلام اللي قلت ليك كان كلام بحسن نية وحتى لو غلطان معاك أنا لو غلطان معاك يا بين داخل الطفية كنت قايلك انت عارف نحنا ما بيننا الملامة لما جيت تحكي المآسي نسيت الابتسامة كنت قايلك انت عارف نحنا ما بيننا الملامة لما جيت تحكي المآسي نسيت الابتسامة ولو خلاص داير تفارق قول أقلو مع السلامة يا أخي لو داير تفارق قول أقلو مع السلامة ده جزء من الأغنية يعني. ليه حياتي اخترت غير أيضا هي من الأغنيات الجميلة يعني أنا أفكر يعني هي من الأغنيات اللي أخذت حظها في الانتشار و السبب شنو؟ السبب كثيرة قوة الكلام في المقام الأول إحساس العالي جدا في الكلمة والإحساس العالي هو كان الموحي للحن اللحن ذاته ما لحن معقد عشان يبرز قوة الكلام والإحساس العالي في الكلام يعني اللحن كان ترجمة للإحساس في الكلام ده شيء مهم إنه الحاجة دي بتنتبه لها في كل أغنية بتختارها إنها لازم تكون بنفس القوة بنفس إنه تكون قوية من خلال الكلمات والألحان عشان تقدر تصل أكيد أي فنان جادي بيكون عنده تحدي مع أي عمل بيقدمه بتخاف من الجاي؟ أكيد لو ما خفت بتقع خلاص نسمع الأغنية كيف حياتنا اخترت غيرها فيها أحلامنا وكلامنا فيها حاجاتنا الصغيرة فيها أحلامنا وكلامنا فيها حاجاتنا الصغيرة كيف تغطي الصورة صورة كيف تغطي الصورة صورة وريتنا لك يا سيدي كله يبقى ماضيك بالضرورة اهلي فيه الجديد ردت من حاجات بقولها ولا ليك قرب أماني بينما قادر تطولها اهلي فيه الجديد ردت من حاجات بقولها ولا ليك قرب أماني
بينما قادر تطول هل قدر يصبر غرورك هل هو في الأحلام بزورك هل قدر يصبر غرورك هل هو في الأحلام بزورك ولا هو البجة يعرف لعبة الريدة وصولة هل صحيح راقي ومهندم هل ببكير ريد عيونه هل عرفت ما بتندم في الليالي القاسي طولة ألف مبروك يا مخير ألف مبروك يا مخير انت بتبيع المشاعر ما البصر دون البصائر والأصل ما بيبقى صورة انت بتبيع المشاعر ما البصر دون البصائر والأصل ما بيبقى صورة انت بتبيع المشاعر ما البصر دون البصائر والأصل ما بيبقى صور انت بتبيع المشاعر ما البصر دون البصائر والأصل ما بيبقى صور انت بتبيع المشاعر ما البصر دون البصائر والأصل ما بيبقى صور. جميل. ما عندكم فنانين مجتهدين جدا يا طيب مدسر وبتسعوا انكم تكون عندكم بصمتكم الخاصة ايضا لكن دائما بيكون في اتهام دائما بيتهمونكم كفنانين يعني انه الأغنية السودانية لم تستطع الدوران خارج فلك أغنية الحغيبة هل صحيح ولا خطأ؟ لا لا ما مزبوط ما مزبوط الحقيبة مرحلة وأساس قوي جدا جدا للأغنية السودانية انطلقت يعني الكلام ده كلام خطير جدا جدا لأنه أنا بفتكر أنه في بعد مرحلة الحقيبة في التاج مصطفى وفي عثمان حسين وفي إبراهيم الكاشف وفي عبد الحميد يوسف وكل ديل فنانين قدموا أغنيات تكاد تكون يعني مش تنافس يعني عندهم أغنيات حقيقة أنا أقول الكلام ده أجمل كثير جدا من أغنيات الحقيبة ما كل الغنى الحقيبة كان غنى في أغنيات عليها بعض الغبار يعني وبعض الكلام هي مرحلة ومرحلة جيدة جدا جدا في تاريخ الأغنية السودانية وأساس قوي جدا جدا للفنانين وللموسيقيين لكن يعني كانت انطلاقة للأغنية السودانية وفعلا انطلقت الأغنية السودانية طيب ليه إلى الآن الأغنية السودانية لا تستطيع الخروج للعالمية وتكون معروفة في يعني في, في في كثير من المشاكل الأغنية دائرة اهتمام الأغنية زيها وزي القطن وزيها وزي البترول وزيها وزي الأشياء يعني إذا ما روجت لها وإذا ما طرحتها وإذا ما طلعتها برا وعملت فتحت لها أسواق برا ما حتطلع برا يعني أنت قدمت حفلات خارج السودان؟ قدمت حفلات كثيرة خارج السودان قبول يعني؟ قبول وأنا خارج السودان دائما وخاصة في المنطقة العربية غنيت بالعود يمكن يعني الأغنية السودانية أدهشت كثير جدا من المهتمين حسيت بقى قدمت المشاركات دي للفن قدمت السوداني وعملت حلقة تقريبا في تلفزيون البحرين على ما أظن كانت من الحلقات اللي اتعادت 4-5 مرات وكنت يعني بسمع
يمكن في برامج كثيرة كان في مقتطفات من السهرة، وكان كلام طيب جدا عن الأغنية السودانية، وأنا أفتكر أنه الأغنية السودانية أغنية مؤهلة لأنها تكون من الأغنيات الرائدة، وخاصة أنه هي أغنية في السكيل الخماسي البنتاتونيك اللي هو السكيل العالمي في كل دول العالم ما عدا المنطقة العربية. الأغنية السودانية أغنية عالمية، لكن في تقصير من جانب الفنانين ومن جانب المهتمين بالثقافة، ولكن نحن حابين نسمع منك قبل ما نختم حلقتنا. جدا تسمعنا شنو؟ طيب اختار لك الحقيقة. انا افتكر انه اغنية داير اقدم اغنية لاخونا الجميل اسر محمد علي بحييه والحان صلاح ادريس، اغنية حبيبك، ومن الاغنيات ما حنسمعها غيبة يعني هذا. أخليه في حلقة تانية إن شاء الله. أوكي نسمع. حبيبك يا ليلى حبيبك، حبيب قلبي اللي هاتيبك، حبيبك يا ليلى حبيبك، حبيب روحي البهاتيبك. ما تهتم للعزال، ما تهتم للعزال، سيبك من لهم سيبك. وساكن في السماء والشم، تعال لو صدت الأبواب، تعال لو صدت الأبواب، تعال ادخل مسار بالدم. يا مشرف الأعصاب، يا مشرف الأعصاب، وساكن في السماء والشم، تعال لو صدت الأبواب، تعال لو صدت الأبواب، تعال ادخل مسار بالدم. تستنى مني حباب ولا تكتب حضرت ولم، ما تستنى مني حباب ولا تكتب حضرت ولم، حبيبك من مجاذيبك، حبيبك من مجاذيبك، حبيب قلبي البهاديبك. ولا عادل يقول لك
حبيبك أنشر في الجميع طيبك حبيب قلبي المهديبك حبيبك يا نينا حبيبك حبيب قلبي المهديبك حبيبك يا نينا حبيبك حبيب روحي المهديبك حبيبك يا لنا حبيبك حبيب روح البهاتيبك ما تهتم للعزال ما تهتم للعزال سيبك منهم سيبك سيبك منهم سيبك سيبك منهم منهم سيبك شكرا لك طيب مدسر وشكرا لك مشاهد قناة الشروق دوزنا هذه الحلقة من أمسيات ظلال الأصيل بأغنيات جميلة صلاح بات طيب مدسر في هذا الأستوديو الجميل نلتقي بكم الأسبوع المقدم في حلقات جميلة وأمسيات أخرى من أمسيات ظلال الأصيل في أمان الله أشكالها طلعتنا وهي تزهو في ظلال الأصيل وترى الخمائل إذ ذهت وتمايلت أطفالها شدوا طروبا شدوا طروبا في ظلال الأصيل وتناسرت باغات ودٍ جارف فكر أصيل فتعال نقتسم الحماس في ظلال الأصيل في ظلال
أهنئ المخرج أحمد إبراهيم مخرج قناة الشروق لنيله جائزة أفضل مخرج في مهرجان برودكاست للعام 2011. أكيد دي مفخرة لنا، وكان الإخراج لبرنامج مع كل الود والتقدير. أيضا أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وأتمنى أنكم تكونوا قضيتوا مساء جميل برفقتنا، وتحية خاصة لحواء السودانية اللي دائما بتبحث عن الجمال، مع أنه هو الجمال الحقيقي يكمن في قلبها وروحها وعقلها. شكرا جزيلا لكم ودي وتقديري، وتحيات فريق العمل، وفي أمان الله. جولة للرياض تفتقت ألوانها أشكالها، طلعتنا وهي تزهو في ظلال الأصيل. وطار الخمائل إذ ذهت وتمايلت أغصانها، شدوا طروبا شدوا طروبا بظلال الأصيل. وتناسرت باغات ود جارف فكر أصيل، فتعال نقتسم الحماس في ظلال الأصيل.